تكون مداخله ديالو باللغه العربيه كيتخزر، بما ان مسطره النزعه الملكيه وكلها تدار باللغه العربيه، والقضاء المغربي معرب ظاهري 1969 راجع الدروس ديالنا القانونيه مع الاستاذ سعد السهلي. كاين فاعليه الوزاره مفتوحه ديال التجهيز باش تلقى جميع الاقتراحات اللي كتعلق بهذا المجال، وكنعتبر هذه الوهاده اللي هي كاينه الان ربما تساهم النتائج ديالها والفرص ديالها في اعلاء المسوده اللي كاينه في وزاره التجهيز. التكوين اليوم اللي عندنا حول موضوع مهم بزاف اللي هو نزع الملكيه، اي ايجابيات والسلبيات من اجل توفير الوعاء العقاري للمشاريع الكبرى بالمغرب. المستفيدين من هذه الانفورماسيون هما الخبراء والمهنيين في العقار والتدخل ديال المحامين ورجال القانون من اجل تكوين وتاطير الفاعلين في القطاع العام والقطاع الخاص. اولا ضبط القانون ديال نزع الملكيه، ثانيا المساطير اللي هي شبه معقده لا اداريا ولا قضائيا، وتوضيح عمليات التثمين العقاري اللي هي عمليه مهمه، وجميع الناس والمغاربه اللي منزوعه الارض ديالهم تيتشكاو من انه كاين حيف من اجل التعويض في الثمن ديال العقارات ديالهم. مجموعه ديال التوصيات، وكانت واحد الندوه قامت بها وزاره التجهيز في شهر مارس السنه الماضيه، وخرج واحد عدد التوصيات اساسا هو القانون، الاطار القانوني اللي خصو التحسين والتجويد ديالو، لانه 40 سنه من الممارسه بينت بان كاين واحد النقوصات لا في جميع المراحل ديال نزع الملكيه، وعليه فالاطار القانوني خص اعاده النظر فيه. هذه المشاركه كتجي في اطار اهتمام العدالة وشركة تيغا موديوس الموضوع ديال نزع الملكية بعد واحد أكثر من 40 سنة من تطبيق قانون 781، وما يتعلق بجانب التعويضات. هل التعويضات واش كانت تبدلت الوسائل ديال التقييم ديالها، الأحكام القضائية اللي كاينة فيها؟ فهل المشاركة في هذه الندوة كترى مجموعة الفاعلين، الخبراء، محامون، محاسبين، شركات، كل معنيين بهذا الموضوع ديال القطاع. واعتقد ان وزاره التجهيز بدات حتى هي فتح حوار في موضوع ديال التعويض، قانون نزع الملكيه والتعويضات عليه، وهذا الورش ايضا مفتوح حتى على صعيد القضاء والوكاله القضائيه المملكه. اذا حان الوقت لندق الناقوس من جانبنا كفاعلين في هذا المجال نزع الملكيه، أن ندلي بدلونا ونتفاعل في الموضوع من أجل إعطاء بعض الآراء التي يمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار من طرف الجهات الرسمية التي تعمل حاليا على إعداد مسودة لمشروع قانون نزع الملكية الجديد. أهم نقطة اللي يمكن تكون موضوع الاهتمام الكبير وهو ما يتعلق بالخبرات، وكيفاش يمكن الخبراء يتحققوا العدالة، وكيفاش يمكن أن الدولة ما توضعش يديها على العقار إلا بعد سلوك مسطرة القانونية. كذلك يجب أن تكون قوانين التي ستأتي تتعلق بنزع الملكية، يعني تكون ما تتحدث عن الأحكام التمهيدية، لأن مسألة مهمة في تحديد ثمن الحقيقي للقطعة الأرضية موضوع نزع الملكية. الحضاري يكون 25 درهم، إذا كاين كلمة، ولكن للأسف كاين اللي كيديرها، للأسف الأغلبية ما كيديرش، يقول لك صافي مادام ما جاش نزع ملكيته في نزاع 25 درهم، خاصو يرفعها تلقائيا. إذا ما جاش اللي نزع في التعويضات الملكية، وكاين أحكام قضائية اللي تشدد حتى في النقد.